الانسان بطبعه بحب التنقل بين البلاد هيدي التنقل هذه الحركه يلي بلشت منذ بدايه البشريه خلت عنا ما يمكن ان نسميه بمفهوم السياحه والسفر. وهيدا المفهوم هو اللي ادى لوجود المجتمعات وهو اللي ادى لاكتشافات لاراضي ولبلاد جديده. للاسف بايامنا مفهوم السياحه، مفهوم السفر ارتبط عند كثير ناس بامور سيئه صار في تشويه بامور السياحه والسفر لدرجه بانه صار في بعض الناس بيقول لك انا حتى ما اغلط بلا ما اعمل سياحه وبلا ما اسافر ضلني اعيد هذا الامر خطا السفر والسياحه في الاسلام في لهم فوائد كثير في لهم امور ايجابيه جيده تتحقق لمن قام بهذا الامر ولمن استقبل هذا الامر شو هي السياحه كيف بيكون السفر بالاسلام، شو الضوابط يلي مفروض نلتزم فيها؟ هيدا هو موضوعنا اليوم. المنطلق الاول يلي بدنا نحكي فيه على موضوع السياحه والسفر بانه لماذا تكون السياحه او شو الاسباب يلي تشرع لالها السياحه او السفر في الاسلام؟ اول امر العلم طلب العلم. ثاني امر العمل وطلب الرزق. ثالث امر الترفيه عن النفس والترويح عن النفس والتفكر في خلق الله وفي ابداع هذا الكون. والامر الرابع والاخير اللي هو صله الارحام وزياره الاقارب. خلينا نحكي بالتفصيل شوي حتى نوضح الموضوع. الامر الاول طلب العلم. وهيدا الامر معروف منذ عهد النبي عليه الصلاه والسلام والى ايامنا هاي. دايما في رحلات سفر بهدف طلب العلم والتزود من العلم والتخصص في العلم مشان هيك اذا بنشوف بالتاريخ الاسلامي في كتاب اسمه الرحله في طلب الحديث للخطيب البغدادي لما نقرا قول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون كثير من المفسرين قالوا السائحون يعني مين لهن يسافرون في طلب العلم طيب، الأمر الثاني طلب العمل طلب العمل وهيدي معروفة ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد يسافر لطلب العمل. الأمر الثالث الترفيه عن النفس أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة عاقبة المجرمين انت بتمشي بتروح عن نفسك تتفكر في خلق الله تشوف ابداع الكون يلي خلقه الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث هو صله الارحام وزياره الاقارب وهذا امر معروف. اذا ما نريد ان نقوله من خلال هالاسباب هو انه دائما السياحه والسفر في الاسلام مرتبطه بامر مشروع فيه طاعه لله وفيه عباده وابدا مش مثل ما للأسف كثير مستقر بأذهان الناس بأنه السياحة باب لارتكاب المعاصي بعيدا عن الناس والمجتمع اللي نحن عايزين لما حكينا عن منطلقات السياحة والسفر في الإسلام يعني بينا بطريقة ما الضوابط يلي مفروض تكون موجودة عند أي إنسان مسلم هدفه القيام برحلة سفر أو بالسياحة أول ضابط هو أن يكون هذا السفر بمع... ليس بمعصي وإنما بهدف الطاعة تكون نيتك نية صالحة وإنك تروح تعمل هالسياحة بعمل شريف لأن إنما الأعمال بالنيات، يعني بده يكون عملك بهالسفر جيد والنية صالحة، مش مثل ما بنسمع اليوم للأسف يعني بقول لك آه عاملين رحلات سياحة جنسية، هذه اسمها وقاحة ما اسمها سياحة. طيب، الأمر الثاني ألا يكون هذا السفر أو تكون هذه السياحة على حساب الأولويات في حياتك. نحن اليوم في عنا شيء اسمه فقه أولويات، اختلال هذا الفقه عمل كارثة بحياتنا. صرنا نقدم الاقل اهميه على الاكثر اهميه وبالتالي صار في عنا عدم توازن بامور حياتنا. لا لازم يكون في اتباع لسلم الاولويات ولازم يكون في عدم ترك لفرض او لواجب، يعني اليوم واحد ما خلى بلد مزاره ودافع ملايين الملايين وبس تقول له ليه ما عملت حج او ليه ما رحت على الحج اللي هو مفروض منك بقول لك ما في مصاري، طب ما انت قادر كل شوية تقوم. ثالثا انه ما تتحول هذه السياحه او هذا السفر الى اسراف مذموم او الى تبذير اليوم عم نشوف ناس عم بيركبوا على حالهم ديون عم بيحملوا حالهم فوق ما يستطيعون بهدف السياحه والسفر بتلاقي بيروح بيتدين من هون وبيتدين من هون وبياخد من هون وقرض من هالبنك وما بعرف شو كرمال رحله سياحيه يا اخي طب منك قادر على اقل تقدير صمد قرشين خبي لك ما بعرف شو من هون وشوي من هون وشوي من هون ليصير معك مبلغ تستطيع به انه تقوم من غير ما تكون مركب ديون على حالك لان نحن لابد بد أن نحقق كمان الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة أنه يتحول السياحة وتتحول السفر إلى نوع من الإدمام وبالتالي يصير فيه إسراف على حساب الأولويات يعني ممكن تلاقيه كمان تارك أموره بيته أو مهمل أمور خاصة بولاده كفى بالمرء إثما أن يضيع من من يعول هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حققنا هذه الشروط بنكون نحن فعلا صار عندنا المواصفات المطلوبة والضوابط والضوابط المطلوبة بهدف القيام بالسياحة أو السفر بضل في عنا أمر كتير مهم من بينه بعد الفاصل الفاصل عن الضوابط يلي مفروض تكون موجوده برحلات السفر والسياحه وان في عندنا ضابط اساسي بالنسبه للانسان المسلم وهو انه يكون في عندنا يقين انه رحله السياحه او رحله السفر يلي انا بقوم فيها كمسلم هي بجانب من جوانبها رحله تمثيل لهذا الدين يعني انا لما اروح على فرنسا لما اروح على تركيا لما اروح على اي بلد سواء كان للعمل للعلم للتنزه للترفيه الترفيه عن النفس انا عم بعمل نوع من الاعلان عن ديني مشان هيك عم نقول لك يا اخواننا كفانا تشويها لسمعة الإسلام بما يقوم به بعض المسلمين بعض النماذج من المسلمين لما سافروا لبلاد الخارج بتلاقيه بيروح على فرنسا مثلاً بده ينقل القانون والفوضى اللي هو عايش فيها على فرنسا وبده يعيش بالفوضى والعبثية اللي عايش فيها ببلده بقلب فرنسا وبس يحاكموه أو بس له هيدا غلط شو لك يا شيخ تركتني هني الفرنسوية شو عنصريين يعني أساس أنت اسم الله عليك ما شاء الله يعني ملتزم بالقانون طب ما انت اعلان عن المسلم لازم اي انسان بده يسافر او بده يعمل سياحه يحط قاعده بحياته، هيدي القاعده شو بتقول؟ بتقول بانه الحسنه تخص والسيئه تعم، يعني انت كانسان مسلم لما تعمل شيء منيح شو بيقولوا ببلاد برا؟ بيقولوا شوفوا فلان بيقولوا شوفوا فلان، ما بيقولوا المسلمين، بس لما تعمل شيء سيء بيقولوا شوف المسلمين كيف بيتصرفوا اذا عار علينا ان ننتمي الى الاسلام فلا نحسن عرض الاسلام ولا نحسن فهم الاسلام ولا نحسن العمل بالاسلام وبالتالي نكون مشوهين لصوره الاسلام ولصوره المسلمين ببلاد الغرب تلاقي الواحد بيروح على امريكا بيشتغل وبياخذ منهم مساعده وضمان وطبابه ومعاش لاولاده ومدارس وبده يخالف القانون وبده يعمل اشياء خطا وشو بيقول لك لك يا شيخ بيني وبينك كمان الامريكان عنصريين. لك يا اخي ما انت اول سبب عم بتادي لتشويه صوره المسلمين والاسلام في هذه البلاد، نعم قد يكون في نوع من العنصريه ولكن لا تكون سببا مشان يعني هيك عم نقول اذا كنت فعلا من الذين فهموا معنى الاسلام اعمل باسلامك ببلاد برا حتى تكون مجمل وصوره حسنه عن هذا الدين. ايضا امتدادا للحديث عن حسن تمثيل الاسلام من خلال السياحه والسفر مشكلتنا انه عندنا كثير نماذج من المسلمين يلي بيسافروا خارج بلادهم بيسافر الى هذه البلاد وهو بنيته مسبقا انه يبني حياته فيها على كذب يعني بتلاقيه بده يروح بده يشتغل من تحت الطاولة وبده يعمل مصلحة من غير ما حدا يعرف وبده يعمل مصاري من خلال عدد من الأعمال التجارية بس من غير ما يوصل خبر للدولة اللي هو فيها بني حياته على الكذب بقول بقولك ما شيخ لي المعاشات بيوقفوا لي معاش التقاعد انت التزم بالقوانين يلي موجودة هناك ليه بدك تبني حياتك على كذب رسولك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة مش من أخلاقنا لما تسافر لبرة تتعامل مع الناس بالكذب والنفاء والاحتيال والنصب والغش والتدليس وما بعرف شو بيجي بيقول لك لا ما شيخ لحظة انت ما فاهم النقطة ما هيدي بلاد كافرة فأنا بستفيد منها لا أسم الله عليك صرت فقيه هون كمان كافره شو يا حبيبي؟ لشو رحت؟ اذا كنت تعتقد انه هاي بلاد كافره وممنوع تروح عليها واهلها كافرين والحكومه كافره واموالها حلال وما بعرف كل هالامور لشو سافرت؟ ليه رحت لعندهم؟ انت بهالطريقه تسيء الى الاسلام تسيء الى المسلمين تسيء الى سمعه المسلمين في هذا البلد وتؤكد النظره الخاطئه والصوره المشوهه اللي موجوده عند اهل هذا البلد. انت اذا كنت معتبره كافره كيف عم تاخذ من اموالها اصلا اذا معتبر بقول لك لحظه شيخ مهال بنيين حياتهم على صناعه الخمور والدعاره وما بعرف شو طب كيف عم تقبض يعني هالتناقض اللي عايش فيه كيف رضيت او توافق قلبك وايمانك على انك تاخذ مصاري منهم وتاخذ معاش وتتحكم وتتعلم على حسابهم ومن ناحيه ثانيه بتاخذ مصاري وبتاخذ معاش وبتتحكم وبتفوت اولادك على المدارس وبتاخذ تقاعد منهم، طب اذا كافره ليه عم تاخذ كل هالاموال؟ وكيف دينك يلي امرك ان تكون عادلا بيرضى بانه انت تفكر بهالمنطق ثم تحتال وتظلم هؤلاء؟ حتى لو كانوا ظالمين في أكثر من هيك أنت كمسلم لا يجوز لك أن تظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب, هو أقرب للتقوى مش هذا القرآن مش هذا الدستور اللي أنت بتمشي فيه واللي أنت ممثل عنه في هذه البلاد حتى لو كانوا ظالمين حتى الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اتقوا دعوه المظلوم ركزوا معي وان كان كافرا وفي روايه وان كان فاجرا فان فجوره على نفسه هو ظالم بحق حاله فاجر بحق حاله كافر بحق حاله انت مالك حق تظلمه، هيدا هو رسولك، يا كل مسلم عم بيشوفني وعايش برا بامريكا وفرنسا واسبانيا وكل البلاد الغربيه او البلاد العربيه اللي ايضا منه منا اصلا، لابد ان تكون احسن اعلان وافضل سفير عن هذا الدين لان اول هدف من اهداف السياحه والسفر هو انه تبين رقي هذا الدين الاسلامي. ايضا ضمن موضوع حسن استفاده المسلم من رحلات السياحه والسفر انه يحط دائما في عقله وفي نفسه وفي فكره اساس المسلم الحكمه ضاله المؤمن يعني انا اي بلد سافرت عليها، اي بلد عملت سياحه، عملت سفر، عملت هجره مؤقته لها لازم اني ابحث عن الامور الجيده والامور المفيده، الامور الايجابيه واستفيد منها واتعلمها واتفاعل معها حتى لما ارجع على بلدي يكون عندي نوع من التاثير الايجابي بالبلد اللي انا عايش فيه. اليوم نحن للاسف منروح الى البلاد الغربيه مش بس نسيء تمثيل الاسلام، مش بس نسيء صوره ونشوه صوره الاسلام، لا. منجيب الاشياء السلبيه يلي موجوده بهالبلاد ومنطبقها عنا شو بنقول؟ تطور. بس تيجي تقول له يا خيي هذا مش تطور إيش أخ؟ انتوا رجعيين انتوا متحجرين انتوا اصوليين كل هالكلام اللي ماله لازمه خيي انت فاهم التطور غلط التطور مش انه انا لما اروح على امريكا او على فرنسا او على اسبانيا اشوف وحده ماشية عاريه اجي اقول بدي اعمل مثلها لان هذا تطور لا تفضل حضرتك يا متطور تعا من امريكا او من اي بلد واللي في عنده نظام تعليم يخاطب فعلا مواهب وابداع الطلاب بقول لك ايه هلا تاع اللي في عنده نظام بتحكم المرور وتنظيم المرور كتير جيد ومتطور بقول لك طب هلا اما ان نستمر في استيراد السلبيات وكل الموبقات والمفاسد تحت ستار انه هذا تطور بالغرب لا يا خيي انا ابحث عن التطور الحقيقي اللي يتوافق مع ديني ومع مبادئ ومع مجتمعي وبطبقوا وهيك تكون فعلا الحكمة ضلت المؤمن استفدت منها وين ما كانت كيف ما كانت بأي أسلوب حاولت أني طبقها ببلدي فكنت مفيد أثناء سفري وبعد سفري من هذه الرحلة من اول وابرز اهداف السياحه والسفر بالاسلام وعند الانسان المسلم ومشان هيك عم نقول جددوا مفهوم السياحه انه لابد انه تكون هذه الوسيله نوع من انواع تحقيق مبدا التعارف يلي امرنا المولى سبحانه وتعالى فيه. يعني اليوم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا المبدا اللي هو اساس بحياتي كيف بدي طبقه انا كمسلم؟ كيف بدي حقق مبدا التعارف من خلال السياحه والسفر؟ اولا لابد اكون على اخلاق وخالق الناس بخلق حسن يلي بتسافر على بلاد برا وتقول لي هول دول كافره ودول ما بعرف شو خالق الناس بخلق حسن المسلم من سلم المسلمون من يده ومن لسانه وفي روايه من سلم الناس لك يا اخواننا نحن مثل ما قلنا سفراء اذا لم نحقق مبدا التعارف انطلاقا من الايمان الصحيح يعني في عنا مشكله بفهم الدين وبالتالي صار في عنا مشكله بفهم مفهوم السياحه والسفر او الهجره المؤقته الى بلاد معينه ركزوا معي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين عمل صالحا وقال إني من إنني من المسلمين يعني بده يكون في عمل صالح قائم على أخلاق على الصدق على الاحترام على معاملة الإنسانية في الإنسان الآخر وإن كان مخالف لإلي بالعقيدة أو بالدين هذا هو الإسلام ولا يتحقق مبدأ التعارف إلا إذا أنا كنت فعلا مقتنع بهذه الأمور عامل بها ورحت إلى هذا البلد أو إلى غيره انطلاقا من مبدأ حصن تمثيل الإسلام حققوا مبدأ التعارف يا كل مسلم عايش برات بلاده كون فعلا من الأسباب يلي تحقق هذا المبدأ حتى ما تكون ممن خالفوا سنة الله في الكون بضل في عنا أمر لازم نحكي فيه بموضوع السياحة والسفر ولكن هذا الأمر هو أمر وطني شيخ أمر وطني وسياحة وسفر نعم أمر وطني شو هو؟ إنه من خلال السياحة الداخلية ممكن إنه نعمل نوع من تنمية الانتماء الوطني بقلب المواطن اليوم خلينا نحكي بكل صراحة نحن بلبنان أدي في عدد كبير جدا من المواطنين ما بيعرف المناطق الموجودة بلبنان أدي في عنا ناس سكنين بمحافظة لا يعلمون شيء عن المحافظة يلي يمكن بلزقهم قد في عنا ناس بتسافر الى خارج لبنان لتصور او لتعمل اي شيء في طبيعة وجمال وفي لبنان اكثر من هذه المناطق جمالا بعشرات المرات هذا الموضوع اذا نحن عملناه اذا صار في نوع من التربية السياحية وتنمية للسياحة الداخلية حنوصل لهدف مطلوب بالدين وبالاسلام وهو تنمية حب الوطن في داخل كل انسان أنا اليوم لما أعرف بأنه بالمنطقة الفلانية في هذه المناظر الجميلة، في هذا العطاء الجمالي يلي ممكن أنا لاقيه واللي أنا عم ببحث عنه بدل ما أسافر لبرا بروح على هذه المنطقة، وبالتالي بصير في نوع من الارتباط الوثيق بين الإنسان وبين أرضه وبلده ووطنه وأحقق ساعتها مبدأ حب الوطن يلي هو من أساس الدين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أخرجوه القوم من مكة وقف ونظر إلى مكة قال والله إنك من أحب البلاد إلى قلبي عم بيعلمنا كيف الإنسان يحب وطنه أنا اليوم هالانغلاق هالتقوقع هالنوع من القبة يلي كل واحد عملها على منطقته وصار في نوع من البعد بين وبين المناطق الأخرى كيف بدي يكون محب وصالح ومتفاعل مع بلدي ومع وطني إذا أنا ما عامل سياحة وما بعرف شو في بهالمنطقة ما بعرف كيف ممكن استفيد عادات الناس بهالمنطقة جماليات التقاليد بهذه المنطقة أو غيرها هيك بنكون عملنا نوع من تحقيق مبدأ المواطنة بنفوسنا وصار في عنا فعلا شعب واحد مش شعوب متفرقة ببلد واحد كل واحد يشوف منطقته ما في غيرها وانا بدي اياها بس لا من اهداف السياحة خاصة الداخلية ضمن اطار الضوابط الاسلامية انه انا اكون فعلا مواطن صالح بحب بلدي بنطاق عملنا اذا بدك بالذات عنا نحنا سكتر كامل قطاع كامل من السياحه اللي هي السياحه البيئيه داخليا بعدنا عم نحكي عم نحكي داخليا نحن جربنا نطلع لبرا بصراحه بقول لك ما لقينا أحل احلى من لبنان يعني اذا بدك بهالنطاق يعني كقرب يعني يمكن اوكي بتروح على البلدان الثانيه البلدان بس لتوصل على مطرح حلو تقدر تمشي فيه او تقدر تعمل فيه شيء يمكن بدك يومين ثلاثه لتقدر توصل مثلا نعم آه بينما بلبنان ابعد منطقه او من اجمل المناطق مثلا اللي فيك تمشيها لنقول مثال سهل الاموع اللي هو بجرود عكار بده مثلا ثلاث ساعات بالباص اشوف بقى شوف قديش انه وبعيد او مثلا اذا بدك تروح تعمل رافتنج بنهر العاصي كمان هو بعيد بالباص ثلاث ساعات عن عن بيروت آه بقى كل هولي يعني وهولي يعني ابعد شيء بيكونوا غير غيرهم بيكونوا اكيد ضمن نطاق ساعة ساعة, ساعه 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 ونص ماكسيموم ساعتين يعني بتوصل على مطرح بيكون آه سوبر روعه مفهوم السياحه بالاسلام انها وسيله مشروعه لتحقيق هدف مشروع السياحة بالإسلام سبيل كبير لتحقيق مبدأ التفكر في خلق الله وفي الكون يلي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا فيه من الجماليات الأمور الرائعة السياحة في الإسلام باب من أبواب حسن تمثيل الإسلام وحسن الدعوة إلى الإسلام إذا لم نحقق هذه الضوابط وإذا ما انطلقنا انطلاقا من هذه المبادئ في السياحة والسفر في الإسلام صدقوني حنخسر مجال كتير كبير ممكن أنه نستغله لصالح الإسلام أو لتحقيق المنافع يلي موجودة للمسلمين